كاين الطوفان الاقصى، حنا خصنا نديرو هنا الطوفان ديال اسقاط التطبيع، حنا لا نقبلوه. خصنا نسكتو، لان هاد الناس، ما تصوروش الخطوره، انه يديروا هنا معامل ديال السلاح، وانهم يفرضوا على المغربي يخرج قانون ديال حمل السلاح للحمايه الشخصيه. صوت عليه البرلمان، سكتوا لي الخبر، لا ما كاينش اللي كيهضر على هادشي. خرج هادي بضعه شهور قانون يسمح بحمل السلاح لاي شخص. تنسولوا الوزير الداخليه شكون هذا؟ قال لك المغاربه. قلت لي حنا المغاربه ولينا مغارب اليوم، حنا لا نقبل ان الذين لطخت دماؤهم بدماء الشهداء الفلسطينيين باش يحملوا الجنسيه المغربيه ويجبوا اسقاطها عنهم. هادشي حتى هو خصنا ناكدوا عليه. هاد الناس جاوا كيف فضحوا واحد العدد ديال 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 المهندسين الزراعيين ديالنا، خداو لينا زيتاركان وسماوه هما، اللي حطوا لو بروفي. كيبيعوا لينا مطيشه اللي ما كتعاودش تنبت، كيبيعوا لينا كاع داك لي زانترون وداك الشيء اللي كنديروا في الفلاحه، كيبيعوا لينا حتى دوك التويويات اللي كيديروا الكوتا كوت ديال داك المخطط الاخضر اللي دار هذاك السيد، اللي ولينا كنهبطوا حتى ل 400 متر ولقاو الممالح والماء ما بقاش، بقله التخطيط الاستراتيجي وغياب بعد النظر. هاد الناس راهم تيعتبروا المغرب بحال شي بديل، الا ضيق عليهم الحال ديك الجيه باغيين يجيو لعندنا هنايا. واخوتي المغاربه السلام عليكم، واش شفتوا التطبيع فين باغي يوصلنا؟ ترخيص السلاح في المغرب، حنا غير السلاح الابيض ويوميا كنقتلوا بعضياتنا. ارى الا كان السلاح الاسود الفردي وما جواره فين غنوصلوا؟ غتولي عندنا حروب اهليه يوميا. لهذا المغاربه خصنا يوميا نديروا مظاهرات ضد التطبيع حتى اسقاط التطبيع. جاب لنا غير الهلاك والدمار والخراب لهذ البلاد، ما بقات فلاحه، ما بقات صناعه، ما بقى ماء، حنا ولينا كنعانيو من العطش، كنعانيو بزاف المشاكل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وداروا المغاربه بزاف الملتمسات وطلبات لاسقاط التطبيع لرئيس الحكومه ويتم الرفض. واش هذا رئيس حكومه عباد الله؟ هذا راه خصو يتطرد، خصو يمشي بحاله، خصو يتحاسب، حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمه الله.